وبالعودة لآخر تطورات الملف اليمني، ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عبد مجلي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية. سيادة العميد، يعني بعد التحية، التحالف الآن يتحدث عن أنه لم يتم تسليم ميناء الحديدة بشكل كامل، ما هي مستجدات وتطورات الأرض الواقع على الميدان الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز، وشكرا لقناتكم الموقرة المهتم بالشأن اليمني. الحقيقة أن من الحديدة ما زال ومدينة الحديدة وراس عيسى والصليب ما زالت تقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية. الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة لا زالت تقوم بمئات الخروقات ضد المواطنين في مدينة الحديدة بإطلاق القذائف العشوائية، وكذلك سواء على المدنيين او على مواقع الجيش الوطني. سيد عبدو، من اين الجهه الشرقيه لمدينه الحديده وكذلك الدراهمية، وحيث الميليشيات الحوثيه هي ديدنها دوما نقض العهود والمواثيق ولا تلتزم بتلك المشاورات ولا بقرار مجلس الامن 2451. اخي العزيز، هذه الميليشيات الانقلابيه الحوثيه هي عباره عن جماعه إرهابية لا تستجيب. طيب سيد عبدو، يعني أفهم من حديثك هذا أن البعثة الأممية ترتكز في معلوماتها على الميليشيات الحوثية، وبالتالي كان هذا التصريح الخارج عن أنه تم تسليم ميناء الحديدة؟ الحقيقة المبعوث الأممي مارتن زليفيت بجهود جيدة في تقريب وجهة النظر وأيضا في بناء الثقة، لكن تلك الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالثقة، تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية لا تؤمن إلا بنقض العهود والمواثيق. هناك الجنرال بطريق كاميرت يقوم بجهود أيضا تقريب وجهات النظر، لكن تلك الميليشيات الانقلابية أمام مرأة ومصنع الجنرال تقوم بإطلاق القذائف على مواقع الجيش الوطني وعلى المدنيين، كما تقوم بزراعه الالغام. وصلت الرساله، ولكن اعذرني سيد عبدو، يعني نظرا لضيق التوقيت بشكرك شكرا جزيلا. العميد الركن عبد مجلي المتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه.